يا الله هعمل لك شنو يا اخي؟ قلت لك ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي الم الناس اجيب ناس الحله اكوري اقول ما عندي. انت مره مبصره وما اقتصاديه. خلاص يا كباره امشي قروشك انت وهداك السوق امشي له براه ولا شفت تدبيره واقتصادك ده. يعني انا ما امشي الشغل ويا يا مش اقول لك شو فايدته اللي ما في قروش. ايوه خلاص انا حامشي واوصله معك حدا وبس انت ينادي بعد بجيب لك خلاص. كويس يا اخويا مش اديني القفه. قفه يا حليلك يا حليل زمن القفاف. انت من زمن القفاف امش سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابن العم لو سمحت تعال لينا بيجايا. الواحد يا اخي هنا وهناك واحد ما بيع وشرى. يا اخي انا داري حياتي يا لو سمحت لي داري خضره ورجله وقرح وبقدونس وباذنجان اسود وشويه كرافس وعجور وجرجير وطماطم وليمون وشطه خضراء. كلام جميل. انت عندك مناسبه ولا شو عشان اجهز لك كميه كبيره كده؟ لا 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 دخل دار بيت عادي. شنو؟ قلت لك يا اخي خضره وجرجير وباميه وبصل اخضر وبطاطس وكرافس وبقدونس وشمال شطه خضراء وليمون وطماطم. يا اخي عليك هذا اختشي يا اخي ما تعذبنا. يا اخي القروش ما بيجيب لك التكتح يا اخي. تكتح؟ يا معلم. ايوه ايوه يا حاج. يا اخي أيوة. لو سمحت ايوه عزي 2 كيلو عجالي تمام و2 كيلو مفرومه كويس وكيلو ضان كويس جدا ولو في كبده وكلاوي تمام هاي ريش ريش ما داير؟ لا لو في ريش كويس تمام هاي تفضل. قلت داير شنو حاجته؟ 2 كيلو عجالي و2 كيلو ضان وكيلو مفروم ولو كبده وكلاوي وانت براك وتريش. يا حاج القروش دي ما بتجيب لك ظروف ما بتجيب لك. اتفضل يا حاج اكسب زمنك. اتفضل. ظروف؟ تاكلوا نيم بس